السلام عليكم يا باشمهندسين، هنكمل مع بعض فيديوهات كورس الهيت ترانسفير. وفي الفيديو ده هنستكمل تشابتر 3 اللي هو بعنوان ستدي هيت كوندكشن، وبنستكمل السبع نقط اللي احنا وضحناهم قبل كده في الفيديو او في التشابتر دوت. واحنا في نقطه رقم 7 اللي هي الهيت ترانسفير فروم اكستندد سيرفيسز. الفيديو اللي فات كنا وضحنا استنتاج معادله الفينت ايكويشن اللي هي الاوردينري ديفرنشال ايكويشن، اللي عن طريق حلها اقدر ان انا استنتج التمبريتشر ديستريبيوشن او ازاي الحراره بتتوزع جوه الفن ذات نفسها. وقفنا ان الصوره بتاعت المعادله ديت كانت بتقول لك ان احنا عندنا الثيتا هتساوي السي 1 في الاكسبوننشال باور اي اكس بلس السي 2 في الاكسبوننشال نيجاتيف الاي اكس. فكان دي شكل المعادله. السي 1 والسي 2 دولت كانوا الثوابت الموجودين في المعادلة، إذا أنا مش عارف القيم بتاعتهم، وعشان أجيب القيم بتاعتهم محتاج أعرف اتنين كونديشن يتعرفوا عند الفين بيز وعند التيب بتاع الفين. طبعا الـ A خد بالك ده مش ثابت، إحنا كنا عرفنا إن الـ A سكويرد اللي هو الـ H في الـ B على الـ K في الـ AC، فالـ A هو عبارة عن الـ square root بتاع المجموعة دي. طيب الانيشال أو سوري الباوندري كونديشن اللي موجودة عندنا عشان تتعرف، هتتعرف عند البيز بتاع التيب اللي احنا كنا عرفناه اللي هو ده كده البيز بتاع التيب بتاعنا اللي هو ايه البداية بتاعته، هو ده كده البيز بتاع التيب، او عندي يدوب المنطقة الاصلية اللي انا ركبت التيب عليها، يعني المنطقة من الجسم الاصلي ان انا جيت ركبت التيب عليها. وزي ما قلنا النهاية اللي هي بتكون بقى النهاية ديت دي اللي هي بيكون اسمها او سوري دي بيكون اسمها البيز، النهاية دي اللي بيكون اسمها التيب. يبقى البداية او القاعدة بتاعت الفن دي اسمها البيز، والنهاية بيكون اسمها التاب. الباوندري كونديشن اللي احنا ممكن نعرفها عند البيز دي باوندري كونديشن سهله جدا، اللي هي ايه؟ احنا اصلا عندك يعني ادي كده الجسم بتاعك زي ما احنا بنوضح، ده كده كان الجسم الاصلي، فهنفترض ان التمبريتشر بتاعه الجسم دوت كانت التي اس او كانت مثلا التي بي، فانا جيت ركبت فن عليها. تمام؟ طيب ادي البيز بتاع الفن بتاعي دلوقتي. طب ما هو البيز دوت يعتبر منطبق تماما على السوليد الاصلي اللي كان موجود، فيبقى بالتالي البيز بتاع الفن هيكون ليه نفس التمبريتشر الاصليه اللي هي التي اس او التي بي. تمام؟ يبقى هنا بنتكلم ادي كده التمبريتشر بتاعتنا، فده اصلا كان حته من الجسم الاصلي، فبالتالي اقدر اقول ان عند الاكس بتساوي الزيرو او اللي هو عند البيز، التي بتساوي التي بي او التي اس باختلاف التكست بوك، ساعات بتعبر كده ساعات بتعبر كده، بس هما الاثنين واحد. او بطريقه تانية اقول ان الثيتا بي عباره عن التي بي ماينس التي انفينيتي. فده الباوندري كونديشن اللي موجوده عند الفين بيز، مفيش اي باوندري كونديشن تاني ممكن يتعرف هنا. طيب هل كده الموضوع بسيط؟ لا، الموضوع فيه مشكله، والمشكله بتيجي من التيب عند الفين تيب، او زي ما احنا وضحنا اللي هي النهايه بقى بتاعتنا. ايه اللي ممكن ان نعرفه؟ قال لك هنا انت عندك بقى حاجات كتير، يعني احنا خلاص احنا عرفنا اللي موجود هنا اللي هو البيز، والتي بتساوي التي بي، ده كان باوندري كونديشن صريح وواضح، اللي هو الديريشلي باوندري كونديشن لو حضراتكم فاكرين من الفيديوهات القديمه المسميات بتاعه الباوندري كونديشن. طب عند التيب بتاع الفين زي ما هو بيوضح لك هنا عندك مجموعه من الاحتمالات اللي بتكون موجوده. ان حضرتك ممكن تكون عارف التمبريتشر بكام، او اقول لك ان التيب دي انسيوليتد او اديابتيك، يعني بالتالي حضرتك عندك الهيت لوست ده بيكون نيجلكتد، او في عندك كونفكشن اقول لك ان انت معدي هنا فلويد بالتمبريتشر بتاعته تي انفينيتي، او هو ده يعني الوضع اللي بيكون حاصل. تمام؟ ففي كونفكشن ما بين التيب وما بين بره، او ممكن يكون عندك كونفكشن وراديشن كمان. التكست بوك هنا بتاع شنجل هو واخد كيس او تو كيسز بس منهم، ولكن احنا يعني من تكست بوك ثانيه زي ما احنا كده واضحين ان احنا في بعض التكست بوك التانية بنستخدمها، وده بس للعلم يعني ان حضرتك تشوفوا شكل المعادلات بيكون عامل ازاي. فلو مسكنا اول باوندري كونديشن اللي هو السبيسيفايد تمبريتشر، ان انت تكون عارف التمبريتشر عند التيب بكام، برغم ان ده يبان لك ان هو باوندري كونديشن واحد او بسيط، ولكن ده ليه احتمالين، الاحتمال اي والدبل اي. ايه الاي؟ ان اقول لك ان الفين بتاعتك ديت طويله جدا، فبالتالي التمبريتشر عند التيب تقريبا يعني ابروتش بتقرب من الفلويد تمبريتشر التي انفينيتي، يبقى انا ممكن اعرف لك التمبريتشر عند التيب ان هي نفس التمبريتشر بتاعت الفلويد اللي هي التي انفينيتي، بس ده ليه شرط ان الفين بالاساس كانت طويله جدا.
او الشرط ده مش متحقق، الفين مش طويلة، وانا اعطيلك التمبريتشر عندها دايركت، يعني اقول لك ان الفين عند التاب هي تمبريتشر تي، التي ديت ممكن تكون اي تمبريتشر ما عدا مين؟ ما عدا التي انفينيتي. تمام؟ ففي حالتين موجودين هنا. طيب تعال نبص على الاوبشن الاولاني. ادي كده الاوبشن الاولاني بيقول لك لو الفين بتاعتنا كانت طويلة، فبالتالي اقدر اقول عند الاكس بتساوي ال، او عند التيب تمام عند النهاية التي بتساوي التي انفينيتي، او الثيتا اللي بتساوي زيرو، لان احنا اصلا عارفين ان الثيتا عبارة عن التي ماينس التي انفينيتي. فلو انا عايز اعرف الثيتا عند الاكس بتساوي ال، هتساوي التمبريتشر عند الاكس بتساوي ال اللي هي التي انفينيتي ماينس التي انفينيتي، فبتساوي الصفر. تمام؟ فده الباوندري كونديشن بتاعنا. لو حضرتك استخدمت الباوندري كونديشن ده اللي هو عند التيب دي مع الباوندري كونديشن اللي احنا عرفناه بالاساس عند البيز، هتجيب قيم الثوابت اللي هما السي 1 والسي 2، وهيبقى عندك المعادله بتاعه التمبريتشر ديستريبيوشن بالمنظر ده. او لو انت عايز تجيب الكيو اللي بتتحرك في الفين بالكوندكشن في نيجاتيف الكي في الاي دي تي باي دي اكس، تمام، يبقى تقدر هتكون ادي المعادله بتاعه الكيو اللي موجوده عندك، تقدر تجيب الدي تي باي دي اكس من المعادله ديت وتحطها هنا، فيطلع عندك الكيو بالمنظر ده. ف الكلام ده بيقول لك ايه؟ الكلام ده بيقول لك ان ببساطه لو احنا عندنا الفلويد تمبريتشر مثلا تي انفينيتي، وكان عندك سوليد سيرفيس التمبريتشر بتاعته تي بي، فحضرتك جيت ركبت فين، فالفين هتكون البيز التمبريتشر بتاعته تي بي، والتمبريتشر خلال الفين هتبدا ان هي تقل تدريجيا تدريجيا لحد ما نوصل عند التيب دي التيب بتاعنا، وهتبقى التمبريتشر هنا اللي هي هي التي انفينيتي بتاعت الفلويد اللي بيعدي من بره، او على سطح الفين ديت من بره. فده حل، يعني دي صوره التمبريتشر ديستريبيوشن او صوره معادله الكيو لو الاثنين باوندري كونديشن دول اتحققوا. احنا خلاص اتفقنا اللي عند البيز ده ثابت، اللي هو ان التي بتساوي التي بي عند الاكس بتساوي صفر، ده ثابت اللي هو بيوصف اللي بيحصل عند البيز. تمام؟ فشفنا مع اول احتمال عند التب. احتمال تاني عند التب ان اقول لك ان انت عندك نيجلكتنج للهيت ترانسفير عند التاب، يعني اجي هنا اقول لك ان السطح دوت كان انسيوليتد، او السطح دوت كان ادياباتيك، الاثنين بيؤدوا لنفس النتيجه. فهيبقى عندك ايه؟ يبقى عند الاكس بتساوي ال الدي تي باي دي اكس، او الدي ثيتا باي دي اكس بتساوي زيرو. لو حضرتك خدت الكونديشن ده مع الكونديشن الاساسي ان التي بتساوي التي بي او التي بتساوي التي اس، يعني لو انت خدتوا بالكم هنا في الرسمه ديت هو كان عاملها تي اس، الرسمه اللي فاتت كان عاملها تي بي. تمام؟ فانا يعني هبقى اوضح لكم ان هو بس عشان دي رسمه من كتاب ودي رسمه من كتاب تاني، ولكن التي اس هنا هي التي بي هنا، ما فيش اي فرق بين الاثنين. تمام؟ فده التو باوندري كونديشن الموجودين دي، التمبريتشر عند الاكس بتساوي صفر اللي هي بتقول لك ان التي بتساوي التي اس، او التي بتساوي التي بي على حسب الكتاب اللي حضرتك شغال منه. برضو لو عوضنا وحلينا الاوردينري ديفرنشال ايكويشن بتاعتنا اللي هي ان الثيتا عباره عن السي 1 في الاكسبوننشال اي اكس بلس السي 2 في الاكسبوننشال نيجاتيف الاي اكس دي اكسبوننشال، تمام، بالاثنين باوندري كونديشن هتكون دي معادله التمبريتشر ديستريبيوشن اللي تقدر تجيب منها الدي تي باي دي اكس بتساوي كام، وتقدر تستخدمه في المعادله بتاعه فورير عشان تجيب القانون بتاع الكيو. تمام؟ يبقى ده المنظر الموجود عندنا. الباوندري كونديشن الثالث او الاحتماليه الثالثه عند التيب كونفكشن، ان خلاص يعني هو هنا بيعدي فلويد في كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت وفي تمبريتشر تي انفينيتي، فعند التيب لو حضرتك عملت انرجي بالانس يبقى الكوندكشن اللي داخل هتساوي الكونفكشن اللي خارج. ادي كده الكوندكشن اللي داخل نيجاتيف الكي دي تي باي دي اكس عند الاكس بتساوي ال، تساوي الكونفكشن الاتش في التي ال، يعني التي عند الاكس بتساوي ال ماينس التي انفينيتي، او يعني تقدر تقول لو قلت ان التي ماينس التي انفينيتي هي ديت الثيتا ال، والدي تي باي دي اكس هي ديت الدي ثيتا باي دي اكس، فهتكون ادي شكل الباوندري كونديشن. وبرضه لو حضرتك استخدمت الباوندري كونديشن دوت مع الاولاني خالص اللي هو عند الاكس بتساوي 0 التي بتساوي تي اس، او التي بتساوي تي بي تاني اللي هو احنا بنتكلم بيه هنا، هو ده يعني لو ما كانتش واضحه قبل كده، هو ده اللي عند الاكس بتساوي 0 اللي هو البيز بتاعنا، فهو نفس التمبريتشر الاصليه بتاعت السوليد سيرفيس. برضه لو انت استخدمت الاثنين دول هيطلع لك حل مختلف. الجدول اللي موجود هنا بيبين لك الحلول
بتاعه المعادله التفاضليه ديت او الاوردينري ديفرنشال ايكويشن بتاعه الفن عند باوندري كونديشن مختلفه. احنا البيز اتفقنا عليه فبيقول لك لو انت عندك الفن كان انفاينايت يعني الطول بتاعه كبير فبالتالي واخد التيب نفس التمبريتشر اللي هي التي انفينيتي زي ما قلنا دي معادله التمبريتشر ديستريبيوشن دي معادله الفن او اللي هي الكيو ذات نفسها. الاختصارات بتاعه الام كابيتال والام سمول والثيتا والحاجات ديت موجوده هنا. خد بالك لان التيبل دوت موجود من كتاب مش الكتاب بتاع شنجل فالكتاب دوت كان بيفترض ان الاتش في البي على الكي في الاي ام سمول سكويرد مش اي سكويرد زي ما شنجل عامل. فنفس الفكره هنا يعني هو كان شنجل بيقول ان الاي سكويرد عباره عن الاتش في البي على الكي في الاي. التكست بوك الثاني اللي احنا واخدين منه الجدول ده عاملها ام سكويرد ففي مفيش اي فرق يعني بين الاثنين. وفي هنا ام كابيتال معرفها اللي هي السكوير روت او الجذر التربيعي بتاع الاتش في البي في الكي في الاي في الثيتا. ده كان ظاهر في المعادلات اللي فاتت بالمناسبه يعني يعني لو حتى حبينا نرجع لها اللي هو الترم دوت مثلا هو دوت اللي هو سماه ام كابيتال يعني. فده عامله بس من اجل التبسيط شكل المعادله مش اكتر. كونديشنال تانية لو التاب كانت ادياباتيك او انسيوليتد دي اشكال المعادلات بتاعتنا. طب احنا كنا قلنا في السبيسيفايد تمبريتشر ممكن الفن ما يكونش طويل يعني وبس مدي لك التمبريتشر عنده اللي هي مش تي انفينيتي هتكون دي شكل معادله التمبريتشر ديستريبيوشن ودي المعادله اللي حسبناها الكيو. الكونفكشن هيت ترانسفير دي شكل معادله التمبريتشر ديستريبيوشن ودي شكل المعادله بتاعه الكيو يعني كان بيقول لك ان ثيتا باي ثيتا اس بتساوي الكلام دوت والكيو بتساوي الكلام ده. فيتضح من هنا ايه ان المعادلات بتاعه الفن او بيست على الباوندري كونديشن عند التيب بيختلف شكل معادله التمبريتشر ديستريبيوشن والكيو. المعادله ممكن تكون بسيطه زي الحاله اللي احنا بنتكلم عليها فوق ان الفن الطول بتاعها طويل فالتي عند التيب هي التي انفينيتي الى حكيش معقده او الحل اصعب شويه في كوشاين وشاين وفي حاجات فيها تانش موجوده فده لو انت عندك كونفكشن هيت ترانسفير. اسهلهم على الاطلاق اللي هي الانفاينايت واللي هي الادياباتيك او اللي هو انسيوليتد يعني ده شكل المعادلات ابسط شويه من الفيكسد تمبريتشر عند تمبريتشر غير التي انفينيتي او الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت. فعشان كده الناس جم بيقولوا لو الباوندري كونديشن بتاع الكونفكشن اللي هو كان رابع واحد في الجدول ومديلك اصعب شكل في المعادلات قال لك انا عاوز يعني بحكم ان هو دوت الاكثر شيوعا او الاكثر وجودا في الحقيقه ولكن عشان خاطر حضرتك تحل المعادلات بتاعته اللي هي بالمنظر ده فده موضوع هيكون صعب شويه. فقال لك انا هحاول ان انا الباوندري كونديشن ديت احلها بالمعادلات الموجوده بتاعه الادياباتيك اللي هي الابسط تمام ويديني نفس الرقم. فلما جم الناس عملوا التجارب كتير على الموضوع دوت لقوا ان الفرضيه ديت يعني بتكون او بيصحبها ايرور خطا في الحسابات اقل من 8% وده رقم مقبول ان هو الايرور بيكون اقل من 8% لو الشرط دوت اتحقق اللي هو الاتش في التي التي ديت اللي هي الثيكنس السمك بتاع الفن يعني الفن بتاعتك لو طلع من الجسم بالمنظر دوت فده كده السمك بتاع الفن اللي هو التي على 2 كي تو ذا باور هاف الكلام ده اصغر من او بيساوي هاف. لو الشرط ده متحقق نقدر نعمل اللعبه دي اللي هو ايه ان الكونفكشن باوند الكونفكشن باوندري كونديشن عند التيب استبدله بالباوندري كونديشن بتاع الانسيوليتد او بتاع الادياباتيك تمام. يعني بطريقه ثانيه بدل ما حضرتك هتكون محتاج تستخدم المعادلات الكبيره ديت اللي هي موجوده في الكيس رقم 4 هتستخدم المعادلات الابسط نسبيا اللي موجوده في الكيس رقم 2 بتبدل الكونفكشن هيت ترانسفير باوندري كونديشن بالادياباتيك باوندري كونديشن لو الشرط ده اتحقق عندك. طيب استخدم المعادلات دايركت؟ قال لك لا. قال لك في الموضوع دوت انت هتستخدم المعادلات بتاعه الادياباتيك بس مش هتستخدم او ال اللي موجود فيها مش هتعوض بالفن لينث اللي هو الطول بتاع الفن اللي هو بيكون الطول دوت. لا انت بتعوض بحاجه اسمها كوركتد لينث ال سي وده هنشوف دلوقتي الحسبه بتاعته بتكون عامله ازاي. يبقى تاني عشان الحته دي تكون واضحه الاساس لو حضرتك عندك كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت المفروض تستخدم المعادلتين دول بس دي معادلات صعبه. حضرتك اتاكدت لقيت ان الشرط دوت اتحقق عندك يبقى انت ممكن ايه بدل ما تستخدم معادلات الكونفكشن هيت ترانسفير الطويله والصعبه دي تستخدم معادلات الادياباتيك او الانسيوليتد اللي هما الاثنين دولت اللي موجودين فوق بس بدل ال اللي موجوده هنا وال اللي موجوده هنا
والال اللي موجوده هنا اللي هم الانديكيشن بتاعهم الطول بتاع الفن، لا هتشيل كل ال من الموجوده عندك وهتبدلها ب ال سي كوركتد لينث. تمام، يبقى ده ال ال يعني ده كده اللي احنا بنتكلم عليه، ده كده الطول بتاع الفن، لا ده هيتشال وهيتبدل ب ال سي كوركتد لينث. كوركتد لينث دوت ده يعني دي حاجه افتراضيه، يعني كاني بقول لك ايه، ان الفن اللي هي بيحصل عندها كونفكشن تمام دي بتدي لك نفس البرفورمانس بتاع فن تانية التيب بتاعها انسيوليتد ولكن الطول بتاعها بيكون ال سي. يعني هو كانه ايه بيجيب لك ان بدل الشرط بتاع الكونفكشن اللي حاصل عندك، لا ده انت كانك جبت فن افتراضيه بطول مختلف اسمه ال سي، بس التيب بتاعتها بدل ما كان عندها كونفكشن عندها انسيوليتد، والاثنين هيدوا لك نفس الاداء بالظبط، فبالتالي اقدر استخدم نفس القوانين. طيب الطول بتاع ال ال سي دوت اللي هو الجديد الكوركتد لينث، قال لك ده عباره عن الطول الاصلي بتاع الفن بلس الاي سي على البي، اللي هو الاي سي الكروس سكشنال اريا بتاعت الفن، والبي اللي هو البريمتر بتاع الفن. الكلام ده لما اتعمل على ريكتانجلر فن فطلع عندنا ان ال ال سي او الكوركتد لينث ال بلس التي على 2، تي اللي هي الثيكنس بتاعت الفن اللي هو الطول دوت زي ما احنا كده وضحنا هو دوت التي، او لو الفن ديت كانت واخده شكل اسطوانه سلندريكال هيبقى الكوركتد لينث عباره عن ال ال بلس الدي على 4، والدي اللي هو الديامتر بتاعه اللي هو برضه هيكون ايكويفالنت للثيكنس، بس بيبقى في الحاله دي الديامتر نتيجه اختلاف الجيومتري اللي موجوده عندنا. فدي واحده من الطرق بتاعه التبسيط التعامل مع الفن ايكويشن، لان زي ما احنا شفنا في الجدول الموضح او شفنا خلال الفيديو دوت ان بعض اختيارات او بعض احتمالات الكونديشن اللي ممكن تحصل عند التاب بتاع الفن، الموضوع ده ممكن ينتج عنه صعوبه او اوردينر ديفرنشال ايكويشن صعبه في التعامل معاها. فهو ده اللي احنا كنا حابين نوضحه في الفيديو دوت.